بسم الله الرحمن الرحيم. دي مش محاضرة، ده مجرد أسئلة بتبحث عن أجوبة. أنا ما عنديش العلم الكافي إن أنا أفتي، بس عندي أسئلة في حاجات سمعتها ما فهمتهاش، فيمكن إن واحد فيكم بيفهم يقدر يقول لي إيه الحاجات ديت. لقيت من كام يوم واحد بيقول ابن تيمية ما بيفهمش وبيحرم الكيمياء، فأنا لقيت في حاجات. مين هو ابن تيمية وإيه هي الكيمياء؟ يعني أنا ما سمعتش عن الكيمياء وما سمعتش عن ابن تيمية، فقلت نسأل. فلقيت إن الإمام تيمية هو واحد من أنصع العقول عبر التاريخ، مش بس المسلمين استفادوا منه، جميع الأديان استفاد منه، لأن هو كان ليه طريقة في التفكير. ويعني من ضمن الحاجات اللي عجبتني مثلا فيه إن هو من أوائل الناس اللي فرقت بين الشخص والطريقة بتاعته أو الناس اللي بتتبعوه. بمعنى يقول لك مثلا الإمام الرفاعي مثلا في مصر من الناس الكويسه جدا ويشكر فيه، وبحث سيرته ولقى راجل كويس ولا راجل محترم فشكر فيه، وبس قال الاتباع بتوع عنده مشكله، فقدر يفرق بين الاتباع بتوع الشخص. في ناس ملكيه اكثر من الملك، فدي من ضمن الحاجات ان هو رغم ان هو من الناس اللي اتكلمت عن الصوفيه بشده، بس هو كان بيفرق بين الحاجات السيئه وبين الرجل الصالح اللي الناس، يعني مثلا كان بيتكلم بكلام حلو جدا عن مثلا الامام الشاذلي، وأئمة كتيره جدا كان بيذكرهم بكل الخير، الرابعه العدويه، رغم ان في كلام كتير ينسب ليهم غلط، بس هو كان بيفرق بين الكلام اللي بينسب ليهم وبين الاتباع وبين الاشخاص دول نفسهم. وليه حاجات كتير كويسه جدا. يمكن الفتاوى فيها بعض الاشياء اللي ما تنفعش في العصر الحالي بتاعنا، لان هي كتبت فتره عصيبه جدا. الامام ابن تيميه عاش في فتره كان فيها التتار بهجمه بقوه، وكان اخر معارك الاستتار عندنا كان هو شارك فيها بنفسه، مش قاعد على كرسي، لا ده كان بيشارك بنفسه، كان بيشارك في الحروب، وكان في مشكله النصيريه، وكان في مشكله الصليبيه، وكان في مشاكل كتيره جدا، والصوفيه ما كانوش بالشكل الموجود حاليا، والشيعة ما كانوش بالشكل الموجود حاليا، كان في مشاكل كتير جدا في الفتره بتاعته، يعني فظائع كانت بتحصل، والناس برضو كانت بتحاول ان هي تمنعه او تقتله او تؤمر تسجنه، وفي الاخر سجنوه، فكان الموضوع شديد. فالفتاوى بتاعته طالعه شديده نسبه للظروف الموجوده. يعني ما تقوليش واحد شارك في حرب وشاف الدم وشاف المذابح وشاف الحاجات دي في العصر الحالي بتاعنا وهيكتب كلام رومانسي وكمان كلام حلو ولذيذ، لا اكيد طبعا هتأثر وهيتكلم بالكلام اللي كان موجود دلوقتي. بس ان الكتب بتاعته قوية جدا وعلم كتير جدا، واللي يهاجم ابن تيمية اكيد مش فاهم المنهج بتاعه، لان الراجل ليه علوم كتيرة وليه حاجات كتيرة جدا. لو في فتوى غلط هنا ولا هناك، هو الراجل افتى ماكرو مثلا من 100,000 فتوى، فمفيش مشكلة لو في كم فتوى غلط او واحد فهمه غلط. طيب موضوع الكيمياء بقى، طيب انا رحت سألت الناس، انا معرفش يعني ايه كيمياء، فسألت الناس، ففي واحد قال لي ده في مادة اسمها كيمياء بتجيب الكربون وتحطه على النيتروجين والحاجات دي. قلت له شكرا. رحت اللي بعده فقال لي لا، الكيمياء دي معناها نعمل دماغ، يعني نشرب 20 حشيش كده يبقى ايه ونصوت اللي احنا كده عملنا كيمياء. قلت له شكرا. رحت اللي بعده قال لي لو احنا متفقين مع بعض يبقى في كيمياء بينا، يبقى في تفاهم مشترك بينا. فلقيت كل واحد له مصطلح، ولقيت ناس كتيرة من الجزائر ومن تونس، كل واحد في منطقة كلمة كيمياء ليها معنى غير المعنى التاني. وكان في فيلم أظن فيلم الكيف، كيما كيما كاو وحاجات زي كده، وناس طلعت بمصطلحات أنا أول مرة أسمعها. فتقريبا كل واحد ليه فاهم الكيمياء على مزاجه، ما فيش كيمياء مشتركة بينا. طيب الإمام ابن تيمية حرم ان واحد من دول، هل حرم ان الواحد يشتغل بالنيتروجين ويخش مختبر وكده؟ لا، الامام تيمية لو واحد شاف نص الفتوى بتاعته هيلاقيه بيتكلم على كيمياء تانية خالص غير اللي احنا بنتكلم فيها، وهي تحويل الذهب، تحويل النحاس لذهب، تمام، اللي هو الغش، ان انا اجيب حاجه ومثلا اجيب شويه نحاس واخلي شكلهم كانه ذهب وابيعه على انه ذهب، هو ده اللي حرمه، تمام. نص الفتوى لو انتوا عايزين تقروها موجودة في الجزء 29 من الفتاوى بتاعته، بيقول لك ما يصنعه ابن آدم من الذهب والفضة وغيرهم من أنواع الجواهر والطيب وغير ذلك ما يشبهون به خلق الله مما يصنعونه من اللؤلؤ والياقوت والمسك والعنبر، فهذا ليس كله هو اللي خلقه ربنا، بل هو مشابه له من بعض الوجوه، ليس مساويا له في الحد، ومن زعم أن الذهب المصنوع مثل المخلوق فقوله باطل في العقل والدين. بقية الفتوى كلها بيشرح ان ما ينفعش ان انا اجيب نحاس،
واخد على الناس وقال له ذهب. هو كان بيتكلم على السحر، كان بيتكلم على الخدع، تمام. وفي ناس كتير جدا من العلماء ومنهم نيوتن قعدوا سنين من حياتهم يحولوا النحاس لذهب، بس ما كانوش ناويين ان هو ينصب على الناس ويبيعوا ان هو ذهب، بس هم كانوا بيعملوا محاولات في كده. بس الفترة بتاعته والفترة اللي جاله السؤال، هو مقيد بالسؤال. السؤال كان بيتكلم على ان الواحد يحول حاجة لحاجة تانية، معدن رخيص لمعدن غالي ويبيعه على ان هو معدن غالي، فيجيب حاجة مثلا بجنيه ويغير فيها ويبيع على انها حاجة غالية ب 100 جنيه، فكده بيخدع الناس لان هو ما شرح لهمش ان دي ذهب صيني مثلا، تمام. فهي دي الفكره، ان هو ليه حرم الفتوى. فالمصطلح بيختلف. وكمان في من ضمن الحاجات برضو، واحد كان بيقول شاف هو في كتاب من كتب الفقه كلام مهبل وعبيط والراجل متخلف عقليا، بيقول ان الواحده ممكن تفضل حامل 4 سنين، تمام. طبعا الكلام لما بنروح نسالنا دكاتره الطب، هو طبعا كل واحد بيسال الواحد في تخصصه، فقال الكلام ده مش صح. طيب المفتي افتى الفتوى دي ازاي؟ الفتوى دي ببساطه ان الراجل لما جه واحد ساله، في واحده زوجها توفى فحصل لها حمل بعد فتره، ايه اطول فتره ممكن يحصل فيها الحمل؟ قال له انا ما اعرفش، اسال دكتور. فالدكاتره في الفتره ديت كانوا بيقولوا ان 9 شهور وساعات 7 شهور، وفي بعض الاقوال الضعيفه على اساس ما تحصلش مشاكل بيقولوا انها ممكن تقعد سنين، ممكن تقعد 4 سنين. ده كان اقوال الطب في الفتره دي، لان الفتره دي كان من 1200 سنه، فكان لسه مفيش علم، فطلعت الفتوى بالشكل دوت. ف بالعقل وبالمنطق، ما الراجل معلوش حرج، لان هو ما افتاش من دماغه وهو سأل الدكاترة اللي في الفترة ديت. فنسأل الله العفو والعافية، ولو في حد عنده زيادة من معلومة اتمنى ان هو يفيدنا بيها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.